بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على أبليكيشن أصول. دلوقتي أنا كيوزر هسجل تاني الأبليكيشن بالصوت المرة دي علشان الصوت كان المرة اللي فاتت مش شغال. دلوقتي أنا كيوزر بقدر أسيرش على البروبرتي اللي أنا عايزها، وبعد ما بسيرش على البروبرتي ديت بيظهر لي البروبرتي الموجودة في المكان اللي أنا عايزه، بقدر أخش أتفرج عليها، أقدر أدوس عليها وأشوف البروبرتي نفسها، وأقدر أدوس عليها وأتفرج عليها. وزي ما انتوا شايفين قدامنا بشوف البروكر وبشوف الريفيو بتاعه الريت بتاعه، بقدر لو دخلت هنا أشوف الريت اللي هو واخده والريفيوز اللي الناس كاتبينها، كل واحد كاتب ايه. أقدر إن أنا بعد كده أقدر إن أنا أقوم دايس مثلا ستارت شات، اقدر ادوس ستارت شات وشات مع البروكر نفسه، وممكن اقدر اكلمه. بس طبعا الكلام دوت بيظهر لو انا شغال من على الموبايل نفسه. انا دلوقتي على سيميليتور فانا ما اقدرش اكلم، يعني مش بيظهر الزرار دلوقتي، بس ما يبقى على الموبايل بيبقى بيتكلم عادي يعني. في نفس الوقت اقدر ادوس احجز البروكر دوت، ادوس واختار الابوينمنت نفسه واختار وقت معين واختار وبعد ما احجزه اقدر ان انا اروح. هيظهر لي اما انا احجزه، هيظهر لي الحجز دوت في الابوينمنت هنا، وان ابوينمنت، وهيبان ان هو ريكوست لان لسه البروكر لسه ما بيرهوش، وهيبان ان الوقت بتاعي ان انا حجزته يوم الجمعة الجاية يوم 28 ابريل الساعة 5. ولو انا فتحته دلوقتي هشوف الديتيلز وهشوف المكان اللي هو حجز منه وهشوف الوقت. هيبقى عندنا ان شاء الله الفيتشر الجاي اللي انا هنضيفها قريب، ان هيبقى عندنا ان احنا نعدل الـ انا ك ك كيوزر اعدل اللوكيشن واعدل الوقت، وانا كبروكر اعدل الوقت بس. وهنا طبعا بيظهر عندي ان انا اعمل كانسل للابوينمنت دوت او اعمل دن. طبعا انا مش هعمل ولا كانسل ولا دن دلوقتي لغايه ما يروح ما اروح عند البروكر واعمل لي ابروف يعني. طبعا بيظهر عندي الشات هنا، وطبعا لو انا دخلت على الهيستوري برضو بيظهر عندي الهيستوري، سواء كانسل باي يوزر، الحاجات اللي انا الابوينمنت اللي انا عملت لها اللي خلصت، سواء اللي انا عملت لها دن او ان انا عملت لها كانسل او ان اليوزر او البروكر عمل لها كانسل. طبعا ظهر عندي حاجات كتير، ممكن طبعا اخش على اي واحدة منهم واشوف الريفيو بتاعه. لو انا دوست عليه هنا هيجيب لي الريفيو، لو انا برضو هيبقى عندي الايديت بروفايل، اقدر اخش ايديت البروفايل بتاعي. بس الايميل طبعا ما بيديتهوش لان ده حاجه ما بنغيرهاش زي ما بيقولوا، بس بقدر ايديت النيم وايديت الفون وايديت الدوله او كده، وايديت الصوره بتاعتي. في نفس الوقت هيبقى عندي الساين اوت. لو انا دلوقتي دوست ساين اوت بيخرج بره وبيظهر عندي برنامج اصول ده. شكرا لكم.